رصدت لجنه الحقوق الانسانيه والتنميه والرصد بالشقب التابعه لمديريه جبل صبر بمحافظه تعز 1180 انتهاكا طالت منطقه الشقب من قبل ميليشيا الانقلاب وذلك خلال الفتره من سبتمبر 2015 الى سبتمبر 2017 وتوزعت كما يلي سقوط 36 شهيدا جميعهم مدنيون بينهم اربعه اطفال وثلاث نساء بسبب قذائف وصواريخ والغام الميليشيا الانقلابيه. إصابة 133 مدنيا بينهم 27 طفلا و25 إمرأة و80 رجلا إضافة إلى التسبب في إعاقة دائمة لثلاث نساء وأربعة رجال من قبل الانقلابيين. مقتل وإصابة خمسة مواطنين بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ومن بين الضحايا إمرأتان بترت رجلاهن. مقتل سبعه رجال واصابه ثمانيه اخرين باعاقه دائمه من القرى المجاوره لمنطقه الشقب جراء انفجار الالغام الارضيه التي زرعها مسلحو الميليشيا في المناطق التي كانوا يتمركزون فيها. 27 حاله اختطاف بينهم شخصان على خلفيه انتماء سياسي وسته تربويين و عشر عاملا ومزارعان. ثلاث حالات تعذيب لمدرسين ادت باثنين منهم لفقدان الوعي وحالات نفسيه نتيجه التعذيب واستخدام النار واحراق الوجه والجسد واطلاق الرصاص فيما افضت حاله الى الهذيان ثم الشلل وفقدان الكلام. تهجير 94 اسره قسرا ونزوح 405 اسر من المنطقه الى مناطق مجاوره. تدمير 16 منزلا بشكل كلي. تفجير منزل ونسفه بالكامل بعبوات ناسفه. تضرر 213 منزلا بشكل جزئي تضرر 16 خزان مياه تعرض أكثر من 250 مزرعة للإتلاف وأكد تقرير اللجنة أن منطقة الشقاب تعرضت ل 362 صاروخا كاتيوشا و 1856 قذيفة هاون حتى يوليو 2017 وتعرضت لـ عشر صاروخا و184 قذيفة مدفعية خلال أغسطس وسبتمبر 2017 وأطلقت بشكل عشوائي ما تسببت في قتل وجرح عشرات من المدنيين وهدمت عشرات المنازل وأتلفت عددا من المزارع